انا قلت عايز ارجع شويه على مساله مش التغيير، ولكن اللي لمسته الكنيسه وشعب الكنيسه من 30/6/2013 حتى الان من تغييرات، واعتقد ان التغييرات ايجابيه بالفعل. طبعا تغييرات ايجابيه وكتيره، وده تصويب لاخطاء الماضي. يمكن ابتدي باكبر حاجه وهي قانون بناء الكنائس. ايوه، قانون بناء الكنائس صدر في سبتمبر 16، وده كان بداية يعني الفكر أو خطوات المساواة وخطوات في المواطنة وخطوات في تصحيح أخطاء للماضي. فكرة وجود قانون فكرة مهمة جدا لأي بناء لأي دولة. لم يكن هناك قانون، وكان للأسف الموجود ما يسمى بالخط الهميوني. خط الهميوني، كلمة خط دي يعني قانون في اللغة العثمانية القديمة، والهميوني ده اللي هو فكرة بناء الكنائس. لم يكن قانون، ولكن أضيفت عليه 10 شروط وضعها وكيل لوزارة الداخلية، وكانت 10 شروط تعجيزية، وصار بناء كنيسة أمر تعجيزي على أرض مصر ولا يعرف السبب. الحقيقة الدولة، الحكومة، القيادة السياسية لما فكرت في كده بتصلح وضعية مهمة، فابتدى القانون وتم مناقشته وتم عمل مسودة له وراح مجلس النواب وتم الموافقة عليه وصدر قانون بناء الكنائس. بيعالج نقطتين. النقطة الأولانية بناء كنيسة في مكان ما في مدينة، والنقطة الثانية يقنن وضع الكنائس التي بنيت بدون وجود سند قانوني له، اللي بنسميه تقنين الكنائس. أيوة. والحقيقة الاثنين، تقنين الكنائس تم فيه أكثر من 2000 مكان لغاية دلوقتي، هو كنيسة ومبنى خدمة، وكل شوية بيخلصوا الدراسة بتاعته ويطلعوا بيها قرار. وفي نفس الوقت قانون بناء الكنائس في المنطقة، في أي منطقة تحتاج كنيسة. لكن أضيف إليهم أمر ثالث اللي هو مدام مدينة جديدة يبقى تلقائيا يجب أن يبنى فيها كنيسة. صحيح. الحقيقة ده مش عشان صالح المسيحيين، ده عشان صالح الاستقرار في المدينة. إحنا كمصريين شعب بنحب الكنيسة والمسجد. أعمل لي في المكان كنيسة ومسجد هروح أسكن هناك. صح، كلنا كده، كلنا كده. كل أب وكل أم بوده أن ابنه وبنته المسيحي يتعلم في كنيسة والمسلم يتعلم في مسجد. كلنا بنحب كده. أنا فاكر لما أسرتي اتنقلت من سوهاج لدمنهور، قعدنا في فندق حوالي مثلا 3-4 أسابيع. بابا وماما كانوا بينزلوا يدوروا على شقة تكون قريبة من كنيسة ومدرسة علشان نصلي ونتعلم. بس فقعدوا يدوروا، شوفوا الشقة دي والشقة دي والشقة دي، لغاية ما استقروا على مكان قريب من كنيسة ومدرسة، بينه وبين المدرسة 5 دقايق وبينه وبين الكنيسة 6-7 دقايق. فهيو ده الوضع الأصيل في طبيعة شعبنا. فدي مشكلة الحقيقة حلت نصف المشكلات التي كانت تسمى قديما الفتنة الطائفية. قديما